الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، وحاول السؤال السني ويمشي بولاعه هاي مقدمه هاي تراضى هاي وشيخ مسلمي كان في سارة جيد المخصوم كانت أمسك وحن حالك هو الصوم ورنية الصوت على النجي عرفت قبائش هذه يدي قبل ذلك يوم ما الذي يحكم في السياسة صوم الحي ايه احيان في نبي الصوت صلى الله عليه وسلم أي سلامات يا مركا مقدمة وحقوق علي النعاوة ديانات العرب عرفت الدين هذه يوم سيدو كاليرتو في رجوني وحنو يران دولا جوان دورة أو كل شيء عرضات وغيرك في أي لحي سيدو جانبك أخلاقك وكاليرتو جانب كبطالة وكاليسون جانب اجتماعي وكاليسون أي واحد حتى تعمل الله إن شاء الله معك في أي صورة يعني من شلل لأي رحي فهم كيف بسيطة ما يذكر الأنظوف على الله أي أن جوانب إن شاء الله تعالى وستعمل الله أنت هنا كلمة ديانات كان سؤال بقى في دين لي فاشا سوحي كتبنا إذا طبائش عربة وحا شيئين طبائل بضل حيات وحدا عرب ليلة هذا هو دمران لين سوشيرين وطلق أحبانيين تجلالي عدنانيين يعني وحويا صدح لي قيمة الوقت عرب مع ليلة هذا الأول ليلة يسمي مدى مسوشير حقيقة في المكة تسمي هذا مرعا حقيقة مكيين مرعا مكيين إذا أي شيء يعني مؤرخيته وحليه المرعني ومرع لقد قاتل كيغان كوز قلت يبقي شيرين بأمو مرعا وحليه لي عرب سواح للأهداء الأرض الصحراء المجدبة وحليه لا تلك الصحراء هي أومنها بلنا قلت مركا عرب أي تنتهي هي واقع أوبن إذا قابل أوبن الإنسان هذا الخليل كل بي أما معظم في سوقها هدول أو مرأة أو هدول الصحراء تبكي مرة نوكا ديري تشريبا ما دي عيبون بطولي ما دي عيبون كا أيو اللو بحيي هل أعتبرنا تسمية تسمية يوحى اللي تسمية النصب مرو مرع نصب مرو معها ساطيني انت هزان في رب حرار كلي بدأ يدي قالا عميه عرفة أظن لما أنه عرفه انت رب دلنا وحي راع صنايين وأي راعين دعوتي نبي الله إسماعيل دين نبي الله إبراهيم أي إنت صوت الظلم راعين وفصل إثنين توحيد يوم شرعي في الله سبحانه وتعالى وسود الشيء والحرام أصل كدين ذو الظاهر وأنا مدد في الضرورة إله سبحانه وتعالى هو أضمد الكبع أبو ربما فضلة الله الذي فطر الناس عليها من داخل لكن زمر في توحيد كهيسين ودين كأي هيسين دين في نبي الله إسماعيل أي كان حلال ومدده كل عراسي أي مرك انحرافين يعني وحي كل إحرام شفكي وكجدت لي نبي الله إسماعيل هي دين في نبي الله إبراهيم أي كل إحرام لأحشاء الله ظل وحى الصبقها لأنه ننشر عمر بن الحي قبيل في خير فزاعة ونجل المكس وأكتغي قحطانيين تاعها قبيل كان فجاه قوعها من كان حياه سبب قوعها إلى عرفت كإن حرفته أما أي كلا حسد جيتي نبي الله إسماعيل وحال ليه هاي وحوها من برباري جيتي هنا مركي سي هنا إن أدو أخلاق في عمه وروم بضن ودين بضن ودين نبي الله إسماعيل آدم
نين لو كسرون وبشد بو كسرون داي لا تنبيه واحد على المركه تو صار له سفري شام مركو تجي ايام تقول تجي مجتمع الناس هذا جناء واصنام ايو بلحيان ايو بلاي عمي شام من عركيد وكهل سواحي اهدين ايسهاي ارض الرحيم ملكي وحي وكسو دقي شريئ النبي ابراهيم كيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام النبي وكسو دقي شريئ النبي وكسو المسو دقي شريئ اين ايسهاي وكهل والدين اهان ايوتو قانتو يعني جزيرة حاجة عملكم سجيه تدخل دور جديد هاي الدين هم ينقطع وان أيام تقول سجيه يبغى أحيان يبغى يعمل يبغى معنا بعض الأوطان عملي أيوه في راح يتمكى وفوق الضوي أو وتم يصير ما دام ذاتك ينكف في علاقة أوطان تنعبد هيا على لا حق أوطان تبغى تجرب تدي مرفع فوق عتي ما أحيان يبغى لا يعمل لكن إن حرام توحيد يالله اللي يقول عمله سبحان الله هلك سعدالك أمك الشام كتري قصة انحرافي أيو مكة وثلين يسوغ وضع صرم لإلى الهول هول لأنه أصنام ذا أبوه وين أصنام ذي معنى أخوة مكة كتري وهي صرم كالسوغ وثلين مكة سوق عبارة تحيد بني مكة سعود باللعبي إن نحن الشدى أبوه يرو يعني نحو إن أصنام تلعابد أو رحيان تلعابد إله لون وله سبحانه وتعالى هكذا مكة باللعبي عبادة الأصنام منك مركة كاري ذلك كل حيي خفتي شفتي نبي الله إبراهيم يا نبي الله إبراهيم عليهما وعلى نبينا صلاة وسلام وحويان ونجا تري عام من الحيين سنو ثلاثة أخلاقيات كودية دين تقيدها دي كلا نساك إحرافيين وحيالا حتى يستحر رمان السجع عني عادات كودية انت وضل السجعش شرع عبد في رأسنا سادة رد النبي صلى الله عليه وسلم تقول حديث صحيح وحرفوا أركي النار تأسوه من لعيد يستجيده يا ابن صلى الله عمل من حيث بحيث يلي استووا أغانيك أموه الرئيئة بدلة دين في نبي الله إبراهيم انت السلطان وقعت روه هايو صلاة انت انت بغن هذي موقف قاتان أم خيرها أعلى وشرها أعلى انت بغن ورمو رعا قاتا كيف يمرك المعنى وحبه بشر الله كيف يبقى صنعان تواقع يعني خبوا البسل ومكع سنينه مناطة وكلتها صباح مناطة يعني حيث تبدأ يقول الشيء وحيث صباح الله وكلتها صباح ويستغل هذا الصباح الطائف يستغل أقول الشيء عزة ما يستغل صباح يواد النخلة من اللي يعني يستغل هلك أقول الشيء أصنام ثم توابك حتى وحي قالي أصنام في الشيء الشيء وقت يجي نبي الله النور مرعيبه دي جين وشنقية بلاي يا شياطين تقوى وحيه أي معناها وحي مرعيبه دي استعمالها وهي أصنام جلو ربها وفي صواعي يغوط نصري مرعي حتى مع الأسلام صلى الله عليه وسلم يعني قصبت تاريخ الشيء إذا تغدى النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر طيب يعني وحل لي هاي إلا صدح بقول إيا اللحدة والصنام وفاك عبادة حيث اللوية صدح بقول إيا اللحدة وعدل هاي الأول وحل قبائل مبالهاي ومعنى إلهي مبالغتك نجوال عابل إبعال وحل شبت مكة نعم تاع مركز السبعين وايدين في توحيد في كائن حرافير وايتاء كل احلام ايام مركة واحد سبعين عادات فرفضا هي قابة فرفضا وهي اصنام صودا كل عابلات ولما انت فضل عاداتك هي مراسم ساس هي تقاليد اي اصمين يا الهي دولة هي اصنام تو اصمين يا عمر بن رحيب تجي انك عادات تجي انك ليه مباشرة ايات تجي مركز بدلي ودينة النبي الله إبراهيم وبدلي بلشده انت ذكرة محيوبة قبول وحلليه وحيقوقع تاني بدل يعني بدل هذا وكس مالي دينة النبي الله إبراهيم عمر الحي وكس مالي عرفت ما إلى الأؤر كين مركا إلى يتهي بيد عقسية وحباتين بيد عحصان بدل دينة اللي بدلي من الأؤر كينين بيد عحصان باسمي ذيك بيد عحصان مبدل وفي العوة الأجنب في العوة الأجنب مجعة في العوة الشراء ووحيالها أديان تؤثوء انحرافي شركي وبرشوية كبيرة لغير انحرافي رمي كمي يعني وحيال في العوية وحيالي بيجة ثلاثة نقار كمي إلا قاقل يوم عرفت في العوة الأجنب
marka kadib magaca hooskiisa wax walba oo quraafada lagu hooskeliyey saasuu marka ku khayaamay oo markaasi waxa weeyaan ay diintii kaga tagay waxyaalaha marka u samayn jireen waxaa ka mid ah asnaamtooda iyo dhagaxyaasa ay caabudi jireen way ku dul ictikaabi jireen oo kaalna weydiisan jireen oo waxa waxay u baahan yihiin oo dhan bay ka raadsan jireen qaraabaadkooday ku geysan jireen iyo baahidooda marka ay u geysanayaanna isma ay lahaa dhagaxan meeshan yaalla oo wax tari oo isagaa si madax bannaan wax idiin tariyo baahidiinna u gudi ma lahee laakiin waxay leeyihiin innagu yacni dembiilayaal baynu nahay sidaa daba dad badan ay dhahaan innagu dembiilayaal baynu nahay yacni dhagaxan kadaatuna ilaahay buu inooga dhow yahay sidaa daraaddeed ilaahay agtiisa irga ahaan aan u adeegsanno ilaahay ha inoogu ergeeyo allah usii marayna subxaana wa tacaala laakiin dhagaxana ilaah ah oo boqolkiiba boqol xaggiisa iyo jihadiisa wax ka tari kara maysan rumaysnayn qur-aankaaba taa ka waran maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ilaahay inay noo jiidaan oo xagga alle noo dhoweyaan baa nacabuday wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah kuway waa waxba ma awoodi karaan laakiin ilaahay agtiisa inay nooga ergeeyaan oo baahidanada ilaahay u gudbiyaan baanu rabnaa saas oran jir waana shubhadii ugu horreysay ee makhluuqa tawxiidka ka inxiraafisatanaya waxa weeyaan yacni shubhada la yidhaahdo shubhatu wasaata ilaahay iyo addoommadiisa in cid loo dhexaysiiyo oo la yidhahdo cidda waa in la siima waa midda innaga hadda macnaha waxa dad badan oo bulshada muslimiinta ka mid jahli daraaddii ay ku bedeleen qubuurta iyo amwaarda iyo saalixiinta iyo awowyadii iyo booska hadda la dhigay meelahaasoo kale macnaha waxa way asnaamta utaaneeyeen oo ilaahay baa loo sii mari jiray maryadaa loo geysan jiray si ilahay ugu gudbiyaan taasay samayn jireen waxaa kaloo samayn jireen way u xajin jireen oo way ku wareegi jireen sida haddaba qubuurta lagu sameeyo way dawaafi jireen qubuurta ku wareegi jireen wayna isu dullayn jireen oo markay qubuurta la joogaan waxaan ujeedaa markay la joogaan asnaamtooda iyo dhagaxyaantooda markay la joogaan aad bay isu dullayn jireen wayna u gawnici jireen oo qurbaan bay u geyn jireen oro ayay intii geeyaan bay ku dalqali jireen qaar bay dhiiggooda marmarin jireen qaar meeshaasaa lagu cuni jiray qaar iyagayba uga tegi jireen qaar ayaga dartood bay u gawnici jireen qaarna magacooday ku gawnici jireen yacni in magacooda lagu gawraco iyo in iyaga loo gawraco waa kala tahay labadaba qur-aankaa sheegay wamaa dubixa cala nusubi oo kaleeto wamaa dubixa cala nusubi waa midda iyaga loo gawracay axyaadda la taagtaa walaa ta'kulu mima lam yudkar ismu allahi calayh iyadana waxa weeyaan waa midda ay magacyada asnaamtooda kutusa oo bismi illah ay ku gawracaan ama bismi lcuzla magacyadaasoo kale ku gawracaan waxyaalahaasay samayn jireen waxyaalaha ay ku samayn jireen waxaa ka mid a asnaamtooday ugu dhawaan jireen oo diinta u ahayd cuntadooda iyo cabitaankooda iyo beerahooda iyo xoolahooda iyo hantiday haystaan qaar ka mida ilaahyadooda u goyn jireen intaa asnaamtaas kale intaa asnaamtaas kale aniguu qaybinaa saddex meelood buu qaybinaa meel sanamkaas kale buu labada meeloodo kaletana alla iskale saasay oran jireen waxyaalaha daraa'ibtii cajiibka waxaa ka mid a inay ilaahii weynaa ee kownka abuurtayna yacni waxa weeyaan ay qayb xoolahooda ka siiyaan oo yidhahdaan intana daramka ah intana alihii weynaaba ah intana aniga ah saasay u qaybiyaan macnaha waxyaalaha la yaab kaleba ka mid waa ka qur-aanku ka warrama wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarsi waalancaami nasiiba faqaaluu hada lilahi bizacmihim wa hada lishurakaaihim ismada iyo qaybta ay sameeyeen bayna haddana weliba cadaalad ku samaynino xoolihii ilaahay ay u magacaabeen ee haddana xadi oo ay ilaahyadooda u xadi asnaamtooda u xadaya hataa cadaaladiiba ka tegay khalad ba hagaleen haddana hadday cadaalad ku samayn lahaa waxba bayaan leh waa khalad khalad buu saaran way marka qismatun diida way marka waa qismi macnaa qayb dulmi ku saraysan asalkeedu hore mubaadi waxaa ka mid a cibaadaadka ay ku samayn jireen asnaamtooda beerta iyo xoolaha iyo hantidooda qaar ka mida u nadri jireen nadarka sheegi la yidhahda ilaa nadarku waa cibaado ilaahay bay gooni jiray nebi iyo awliye iyo dhagax doona looga nadro waxaa loo nadraa ilaahay keligii baa loo nadraa nadarka waa cibaado ilaahay keligii baa iskara marka way u nadri jireen beertu hadday ii go-do nadar waxaan ku galay inaan sanamkayga ama dhagaxa macnaa aan caabudo inaan intaa u gooyo xooluhu hadday dhalaan intaa inaan u gooyo nadar bay geli jireen macna xataa xoolaha yacni waata
qur-aanku ka warramay xoolaha qaybaha ay u yeeli jireen iyo magacyahooda macnaha yacni waxa weye dhaxiiradii iyo saa'ibadii iyo wasiiladii iyo xaamigii iyo ila aakhiri magacyahaasoo dhan xoolaha ay aslaamta u gooyaan bay macnaha magacyo u ahayn sidaas wey macna cadaadkooda waxaa ka mid ahaa oo ilahaan jireen oo diin u ahayd waxay ku faashan jireen qoryogi alistiqsaamu bilazlaam markay doonayaan inay faashadaan oo shayga ruuxuu doonayo inuu ku tilaabo qaado talow ma khayr bay u tahay mise shar bay u tahay markuu doonayo inuu kargaado waxay ku faashan jireen qori turashi qori bay tuuran jireen faalka daada ku faashan jireen qorigaasi laba arimood bay u isticmaali jireen waxay u isticmaali jireen faashi way u isticmaali jireen oo waa meesha hadda annagaa ka istima istikhaarada ka isticmaalo istikhaarada lagu bedelo sharcigu waa ka yacni bedelay waxay samayn jireen ruux markuu doonayo inuu guursado ama uu socoto iyo safar galo ama uu arrin un doono ayaa wuxuu u tegayaa ninka meesha sanamka mas-uulka ka buu tegay ama isagaaba samaysanaya saddex qori bay qaadayaan oo isu eg oo ku qori turanaya qole saddexda qori mid waxaa ku yaalla nacam midna waxaa ku yaalla laa midna waxaa ku yaalla waa maney waa iska banaaya gacantuu gelinayaa meel qarsoon bay ku jiraan hadduu usoo baxo kii nacam odhanaya macnaha hawshaada waa la aqbalay ku dhaqaaji kii laa odhanaya hadduu soo baxana uu ka istaagay haddii uu kii waxba aan ku qornay uu soo baxana mar labaad inuu gacanta ku celiyo ilaa labadaasi midna diidayo midna ogolaanaya mid ka mida ugu soo baxo gacantuu ku celino maadana uu ku way saasay ahaan jireen macna yani waxa wey waan tastaqsimu bilazlaam miduu qur-aanku cabiray waxaa kale ku samaysan jireen ninka haddii la garan waayo ma qoysku ka tirsan yahay mise waa sheegan oo qoyska kama tirsanaa reer hebel baan ahay bu leeyahy niman qabiilka aad u adagiyo nasabka ahaan jireen reer hebel baan ahay bu la soo taageen meel uu reerka ka soo galana lama garanay waa loo qori tuuri marka waa loo qori tuuri wax saddex qori bay u tuuraya oo maacay ku kala qoran yihi hadduu usoo baxo kii odhanaya qoysku ka mid yahay qoyskaa lagu dayo hadduu usoo baxo midkii odhanaya gaashaan buursi reerka hala yeesho qaraanka hala bixiyo kaasaa lagu dayo hadduu usoo baxo hala caydhinaya loo caydhinaya iyadana taana way u samayn jireen ma yani waxa weeye cadaadkooda ayay ka mid waxaa ka mid ahaa cadaadkoodii diinta u ahaa waxay rumaysnaayeen waxa la nimanka la yidhahdo kahanada jinka qolyaha la shaqeeya ee qaybka waxyaalaha maqan inay can dariiqi jin ka ogaadaan isku daya waxaa kaloo iyadana la yacni ku kalsoonaayeen oo la shaqaysan jireen oy rumaysnaayeen kuwa faaliya kuwa xidigiya yacni waxa weeye shayaadiin taasoo dhan bay ku xidhnaayeen oo ay moodi jireen inay qaybka wax ka ogyihiino ay wax uga shaqayn karaan waata marka waxa weye sharcigu meelo fara badan ay ku soo aroortay xadiidka nebiga aayaadka qur-aankaba kahanada iyo cilmilkhaybka qolyaha isku dayay iyagoo macnaha waxa weye aad yacni looga digayo laga caydhinayo waxaa ka mid a caadaadka ay lahaan jireen ee la yaabka leh haddana aan leenahayno waxa la yidhaahdo baasaysiga aqiya atashaa'um bishay shaygoo la baasaysto oo markaad shayga aragto una iska aaminto un balaaya inay kugu soo saarto yani siyada la yidhahda cadaadkay rumaysnaayeen bay ka mid asalkeeduna waxay ahayd oo ay caadaadka ka timid faashi nooc faalka ka mid a iyada lafteeda ahaan jirto markay baadiyaha socdaan ama ay doonayaan inay macnaha waxa weye shay sameeyaan yaa wuxuu u imaanayaa ugaar geed hoos fadhida ama wuxuu u imaanayaa shimbir geed saara ugaadhiibu geedkii ka caydhin ama shimbirkiibuu dhaaxi wax ku tuuriyo caydhin markaasaa wuxuu fiirsanayaa shimbirkaasi kolba dhinac u duulo hadduu midigta u duuro abshir wey hadduu bidixda u duurana macnaha waa baasaysanaya balaaya macnaha waxa weye kuu soo saarsoona sidoo kaleeto macnaha waxa weeye yacni ugaatana sidaasoo kale ku samayn jira asalkeeda halkaasay ku samay ka timid laakiin gadaal dambe way ballaadhiyeen gadaal dambe way ballaadhiyeen oo xayawaanaad fara badan iyo waxay soo geliyeen yacni waxa weeyaan waxyaalo fara badan oo kale soo geliyeen bas baasaysiga noocaasana way lahaan jireen soomaalida lafteedu way leedahay oo gumaysta iyo madadka iyo waxyaalo fara badan baa laleeyahay adigoo socda oo macnaha waxa weye iska socota haddii ay maad masalan waxa weye dawaca kaasoo baxay ama gurwaha kaasoo baxay ama garanuug ay kaasoo baxay soomaalidu waxay leedahay caadooyin bay leeyahay qolal qaarna waa la bashaaraystaa
قال معناه واحد بعونيني وعلى مصري يعني بعض الله أي ودان بعض مصري تقريبا واحد الصومالي هذا جلته بادية عادات كذا إما ضرب كم ده واحد وده ده هاي جليل عربي بيقولون قارب ضرب مصري دون إن شاء الله ناسا كم يعني قال ما الواحد كم ده أي واحد جلته وده ده أقرب شيء والحرك وده ده أقرب شيء نحو ده أقرب شيء أي مال الحرك لمح إنه مال كلامه طبعا يحكي ومرت اللي بيجربه مدد بالآن ما كان بيجربه إنه يكبر ما كان بيجربه يا رب ما يدنى الله بحي وما جاء لي لقى أبدا بحي أيها وحنا الله سميت شني بوري وكذي شان شيء دعارة وقاتل ما بيتمنين إن سوء عليه بيجربه بهال بالله بالوجود تري شني بوري كم بنا يدري ومعنا واحد الله باطل فيه كم بدو يمعنا ثم على رأوه إلا رمي سيئا فرد الزوالد معناه يعني عادات تريها مثل يكذب الناس لكن وش أنا بضم طيب باتستان وشريستان وحيا لبضم معنا قوة سيئيستان وحكبت أخيالها الباتستين كنين مارمها إيوب إلها قارب الباتستين كنين سيدا أربع عبد وضم الزوكة أربع عبدونيات إلى الزوالد يعني وحويا مارمها عز وطلال وإلهان كنين أي باتستان قوميزك وكلاسة سيدا وكلاسة وحي أولان كنين قوميزك خاصة روح مكة اللي جلوه روح مركز كتيرترن مجدوه وحيولي سيدان حتى روح الله عالم وإذي تشيء قبيل كيبلا الله عالم روز إذي أو أومن أي وحي إسو بدلي تا قوميز قوميز ساسي مركز وحي ويباديها يقولك بها قوية إيا هولا سيمانتو من الله اليوم وحي لا إسقوني أسقوني وليورابية وليورابية قوية بنا هذه الله أرنيك أولوغيرو مركة بمعنى حصيل أو معاها إذيك من جهة لنا هذا الله أعطى بريد ويسنكم ومن ذلك جمعنا سيدة عبدالله ديد مرنا ما إينا كده يشيرين برنامج كده لهذا إن هذه اللي قد يلوه إني أعرف وصدار مرنا ما إيكم دين شمعنا أعرف وصدار هذه الوقود تبقناها عبدالله ديد تأجينك دي أيضا مستعيد وحيانا حسنك وحيانا فضل أيضا مستعيد باكي هايد ومعنا بحوية عادات كود الدين لكن انحرافات تأثنى هكو شرين وحيا ربطة الدين في نبي الله إبراهيم كمدا نباقي بيها ما هي بالكلية إنه انحرافين وحيا لها عليك ولو أشتل في الدين تأكين انحرافين والتوحيد تأكين انحرافين وقالوا انحرافين حتى نقوم دين في نبي الله إبراهيم وحلا كلامنا وحيا لها كلامنا وحا كمدا مثلا يعني بيت كل وينين كعبدا وينين تذا كمدا رواف ريدي حج كذا كمدا يا عمرنا عرفة إستاجيد تذا كمدا وحيا لها صدروا عادتي اي كسو جارين دين في نبي الله إبراهيم اي إسماعيل كسو جارين سيدة هذا لا حاج كلفتي في خرافات بدن بالجنية حاج كلفتي ذا خرافات فر بدن بالجنية أعماش حاج كأو كمدها وحكمدها عادات كأي جنية ايجا لمن كقريش ليلة سيدون يا هالات بيبضاد كإستقاف لولينا وحي لهالات إنك وحل إلى ذا حمص بالينا ذا حمص توحل إلى ذات كميت كان اي دين تكو أمرك ذكي كعبدك عنك ما هي بينا إذا درادت إنه مرنا إلى الحرم ككبح أنا معها ذكي إنتي ذكي الحرم ككبح لكن إنه حرم هو إنا كوكو من عنه إذا درادت بأمرك عرف الآن عرف معنى هو كبح سنتا هاي حرم كبح سنتا أيه المزدريفة كذو اللغة جدا إلا المزدريفة هي كجدة حرم كجدة ذكي ما لسا عرفت هاي إنه أيه المزدريفة جوا المزدريفة ذكي مركي همين كلوبي بازي همين قاتل ما لسا دمرتك ذكي صور معايا حيث إليه الميت كيف أنه يقول أنه ماشي أنا أخلا معها يعني ما هو شرع الله عصو كريتا أي معناها الكبه الكبه إليه ومدى الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أوليها ثم أفيض من حيث أفاض الناس ماشي بذلك أكسر الرقمان يعني وعرفاء إذن كنت أكسر الرقمان ذات صحب الله بدأ يبيني ذات البليمة وحكم إذا وحيانا حاجك أي جليين ينكم بتكعين وحي أولين كده ذاتك ببدأ كي من الحرم كدبدي سكيني لأهل الحل لليلان ما بنانا مرحلة حرم كيبادان إن أي عمتضة وضعنا وإن أي عمتضة حرم بغنا المقالي ما كنت تقاب قرعة يا بشرى ومغير يعني ما هو يزي مقالي بوديني وقرعة بوديني وعمتضة وضعنا وغرب إنه كنت تقاب هي عمتدي إن إلا العمتان مهما وإن العمتضة حرم وعمتان إنت تشوكتان معنا وقوي عدميش تشوكتان يلا ربي أوليك رحيانا يكون بيريا ما كمي وحاكم إذا سيدو كالتو روح المركو سواحي جي ودي كلمة مرك صوت طبعا لا يمكن بحث جدا كمان طوافقا وإن يجا فرق عالي هذين تركي أدي ذلك من هدوية هين سوى قهوهم يطوافق عبدا
هذه هواية تهينا مدير عيار أو استقاوية أسونا يضع قبطة أي معنى وحو يضع لك عمد الضواف وهذا مريه هو المجيدة مريها لكن أي كل ما دين الكسر الدم دعبي تشيرين هنا يكون حجيان ويسر وبلاجه ومشى أي معنى هواية دولاد هواية أي معنى وحو يقصدين أي تعبض إلي ضواف يضع قوكو قصدين اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله صلى الله عليه يعني وحو ما أنتم كله ولا موقعه وعوضه ما عنده كل ذي وضع موقنة أما قاربا كم موقنة لكن وقت الصوت كم موقنة إذا روح على الله في اليوم جزء لربا نحن نزل إبا فيه كل موقنة صلى الله عليه وسلم وعند الله سبحانه وتعالى أقول لي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أكي نقاتا من المنع وتشرح ويهم وفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سجالة مركو أبو بكر يا علي بريه وحكم دعويش اللوسي في بيه ألا يطوف بالبيت عريان عدقا وضم بكعبة يسم دواره فلس كانت أمركم قدم بيتي يعني وحو القاوين كعبة الضوار على سأل كبري كبريان أي كم ذهب أن هرين كتري جرين وحكم ذا على سأل كدرين أعماش حجك روح أمركم زون يجينوا حجك أداء وحرمه وقري يستكبك عدم أما عمر أسعنا محاج أسعنا قري يريد يستكبك الماء يكون دلال كدريني يقلال كدريني هذا هو مركز صلى الله عليه وسلم أعماش السوق بكرة جلال شيء مكدل لي وبعدك زوجين ليس البر بأن تولوا في وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها مثل البيوت معنا كذيها إلى جلال كفر كشار بر إلي عمر طالع لا إلا والي زماء كذيها أبابك أبابك لعاج وقدل لي معنا إحيانها يبعنا كبه لي أن يجدنا كمي مكا صار واحد بقايات اي كهل السيدين في نبي الله ابراهيم لكن زيادات ربضا ايه وحيانا فضا ما يكون دردرين او اعزون في كبه الله وعلى قيبها في معنى القرآن وكرات يعلمي وقدار ذنبه وماشي كتاريوه دين تاك مكا شركة ايه وثنية ايه قال لماذا ايه انحراف وكسر ايضان عرفت قبائش ايه انت هذا فضا ما يدين واحد انت هذا فضا لكن دي متى ايه دي متى ايه وحكم ده دينه شريك وعرفت قاركم إلى أي مكة الرميسنائي اليهودية هي النصرانية هي مجوزية يهودية هي النصرانية هي مجوزية يهودية قبائشة عرفت قاركم إلى اليهودية قاطي قاركم إلى النصرانية قاطي قاركم إلى المجوزية قاطي مثلا يهودية وحا قاطي وقفرنا لما من ربما يقاطي ما يوحي أهيه جزيرة خاصة يعني مدينة خيبر يقولك لها يدين كنت يهودية ده شو قلتان كده اي جزيرة العرب صوت شو اي عرب قادتنا وحا كان سي كشي اي يهود صوت احضي اي صوت دك سي جزيرة العرب يزود جزيرة العرب يزود ولو دور بيزوك حاجة يهود واي صوت دك اي جزيرة ده مروح يعني انتو سنبيو الله نتيسا طلع منك قال شدي النبي عيسى كفر لح قرن تقريبا ومن اللي يدهدوا بخلدانيين يا عاشوريين يا فلسطين والدقان كمكا يهودها يا انتي كسو الدولان بي كبر كبير هاي الكثيرة والتدمية انتي لو انتي ده مختلط الوقت يزيد يعني واحد ويان شام بخل يتدسا يتطبق قبل ميلاد المسيح وقت قاس ايام معنا واحد ويانتي لوزو الدولان بي فلسطين لغاية فصدق وهي الكثيرة والتدمية لبسوهم بربط بلوغي مركا وصوقها قحى مركا وحيكوه مادان يعني وحوا يا بحجاز وصوقها حجاز وصوقها وحيكتان قاد وحيكوه سوزهين يعني وحوا يا أمراض حجاز السودين وحي اللبات يهجراد اللبات ما وحيا مركي الرومانيين سوء أي قبطدان فلسطين مرة على قبطدان ووحي هديوها يعني دلشاد النجح يستكتدي تضباط السلام تضباط السلامك اللي يشعر دلشاد النجح يستكتدي أي الرومانيين في فلسطين قصدين ويموزوا مرة على القحرين على هذا السلوة هي سلسيبة لغا قريبة ويستوى على الحجاز الزوديين مركة ومركة الزجيان مدينة الزجيان خيبر الزجيان سيماء الزجيان شام الزجيان مركة ومركة معنا واحد وليين الزودي ديجان كورا مركة عيبولكا السلوة الزجيان وثو كان الدين سوالي أي وثان إلى البرشد عرضي دولكا الزجيان إلى القيبة كمدي أي قاطع أجع عربي هنا تصبح لما إلى النبي صلى الله وسلم عليه مركي ورسوله عليه قبائل ثورة أيها
جيري او مدينه يا خيبر يكونك دغنا او يهودا وانا قبايش مكي دبه نفسهم جيري يعني غير من قويدي انه نظير دي انه غير قاعي خيبر لطير وما مقاعيش مرعيانه معها قبايش عرب يعني يهودا كمان في عمر بن الخطاب رضي الله عنه دردار النبي دردار صلوات الله والسلام عليه وكعيه يهودا كعيه جزيرة العرب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي في موت جزيرة العرب بسجومي ما زال النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركز عمر يعني انت كوها طيب خواضي خيمه يعني انت كوها طيب تعالي فالكاس وحي اهيد دين تيهودية سيدو خلي يمن بلسري عربالي قبائش عربالي تجلاء قار كمي لأي يهودوغي وديانا يهودية قاد وحنصوش يجني إن أي صوم السيمن يعني دولة فرنبضان أو كرفن بيه دولة هي صامرة وحا كمي ليهود مرضى يقصره ومن الولنسة بذنون نوار أبيه كذنين يعني محاضرة دي فريته وثو آتوها أبابي أي مسيحيين ده ومركا كذب انت اللي بيسو الدولة أحمارو أي ناشا كتبت حرشو أي ناشا كتبت نينكا إستقع أيام مرية قصد يمن يمن مرتو قصدين وكب اللعبين إنه دين في الهندية ده يمن كتير يوم بلشري عربية ده يمن تجنيجنا سيدا فيقات كمي ده يهودين في مغرب مركا وحن هنا دين في وسائق أهل مركا اللي جاي يهودينا قوائش عربية غربة نفري وحن كانوا كمي ده دينيه ينزع كتير قاسين الديانة النصرانية دين النصارى خاصة دين النصارى وحن قاسين لبا قراءة قولدي عاشقني مملكة حيران لأولن تري الشام يعني دولة دي امبراطورية دي الرومانية الوسطية جدي إيرا ولدي دجاني الشام حق رؤوق أحدي عرفت أهيدا كل كاتبتي قال فضل وكمل واحد اللقضين النصاري وروم أيا معنا واحد النصارى ويزين في نصارى أيا جاشتين إذا قلنا الفات يقول النصارى اللقضين واحد يعني يمن يمن أيا جانا واحد النصارى سوى جاشتين يعني نمشي الرومانيين تها يحبشين ومركع يقصرين الله وضعوا بيقصرين بانه يحبشين مروا حقا التاريخ صدح فقول يا أخبرتنكي قال شدي نبي الله عزيز أمر يوصل بالله مروا حقا هاي مر مركع كدن بيتي أو مركع أبرها إذن صوابه كدورون لبدي قربة لبدي قربة إيه نصارب أي يمن قبضتي وحي بالله بين إنه جريان جيسة نصارب عند نصر من جريان إنه جريان أي بالله بين مستمع إبرك دقنا قار فضل وكمل أي أيضا نصد أصلي أو قاسي وحكما أيضا قاسي قليها أشياء أن يغسل في نجا أي أيضا قاسي قلت حتى عراق حق يرتقي سيء معنى هلك أيضا مملكة كلها عرب سوشي أيضا أيضا نصد نصارى رفاك الجاني يعني وحو يا دين تا مستحيرة أيضا رفاك الجاني خاصة وحا يعني نصاروين قبائش تغلبي طيبي قبائل بدل روم دين سلاها أي دين تا نصارى رفاكي إذا كله وحى أيضاً الدين كأفراد اللي جه يستميش عليه مجوسية المجوسية ودين في فردين بأشياء فرص أيه يسوي عرفت قارك من أيضاً كنت أقوله خاصة القارك اللي لدى الزيت ووحى لي عرفت قشتان فربنا بعد كل يمت ويوقع حلي ودمري ترك روعة ودمري يوقع العراق ما كم من هاي عرفت العراق يوقع حلي فرص الدولة في ميشة هي ستيئة دين تهي ستيئة ومجوسية أيه وراك قاتل أيوه رأس أي واحد قاتل وقليها أيوه رأس المسيح المغدين فلذا معنى رأسه يطبق يوحى عبدون سلا سيئو المغدين يمن سلوك الأيضا لدينة مجلسية الوليد يعني يمن وحى رسولتك يهودية نصرانية مجلسية انت واسمتك حين يهود مر بيقصتك نصارى مر بيقصتك فارسين تر مر بيقصتك وفرص مركي قدود من الإسلام في يمن قصن دونه أيها على يقصن المعنى سلا سيئ ولو رأس مركي دين تولي عرفت مركي ديما هاتي كرلاحي ديما هاتي كرلاحي او ايكو كلا تحط السرايين يعني قلو اسلام عبدا قلو مجوسيين قلو يهودا قلو النصارى لكن واحد افضل لايين قلو دام يعني وسنيين تا كإن حرافتي يعني دين في نبي الله عيسى يا اسلام تعاوني جبتي دين في نبي الله عيسى اسماعيل قلو راح يقول لايين ديانات مركي لا عاتي ديما ها مركي ميشك الشبي دين أهل الله كان عكره أو يعني واحد يسيب الله كسر الشيء أحد منه يهودينا إلا دين يهودنا إلا تحريفين كتاب جناشين
نصارانا نسلوا بلوانا الحين مجوسيذنا مرة وراء بجيه لهم والثانيذنا وضع خطأ انحرافين دين في وراء لغاية حرافين تحت عيني دين بالله يجب وحا مثل شفتي الزوجة مركة النبي قلنا نصوص على رسول الله والسلام عليه واحد دين صح والدين أهان وصدي إلهي أي أغسر ذكتئة مجد مجد أفراد والغاية يعني دين في نبي الله إبراهيم يسكرها يستطيئن لهم وعمل ابن حي يتبدل في الدين في كل سمية عن كل سهب ومن دين وحبا إيه لك بجد أفراد لكن كده اللعب بدأ يعني دين صحة مركة الله يسكر بشريته ممنوع قضم كيضوا وإن حرافي مركة تعليم الحوى صلى الله عليه وسلم عليه فيه تنزح لها الأسل ديبي ومركة وحوية وفي مانزو ربعا انت هذا كنت صبحنا دينه عرفت كتيري يسيرك العرايات مجتمعي عرفت الجميلية بل جواليك يسكن أنا يدنا وحكت عبا جواليك طوري جواليك يسكنون كعوحة كم إذا مثلا الحالة الاجتماعية نرشة بلشو أما علاقات كبلشو كتشي ستي عرفت واجه تيري يعني الحالة الاجتماعية وعليها وحالة قيسه حالة قيسك يحريك بلشرة كبحيدة أي واحد يدع الحالة الاجتماعية لسينا وحلقها اللحظة الحالة الاجتماعية مرشو يعني زوجك زوجنا عروسة هي مجتمع انت تلقيها مركز ثابه ووضعه حريف كتبه هي اللي رشه كتبه هي زي ثابه يا هاي طائرة وحلقين كرام بلشده لمطه يوضعه قيد سنة قيد وقيد أشراف تلقيه أشراف أمركا اللي قرم تريه وطبقه خلوه طبقه خلوه بلشده قيد وبلشده انت ذاك ثلاثه أي أحد لابد وضبا نرشه وضع هي علاقات وضع هي حالات الاجتماعي جواكر جديد جواليك تقاطر بكريم مثلا قولنا السادات يا اما راح دعا وبعدين يقوليها معناها واحد ويما ملكا قوليها في شرف واحد الى هالكين يمبرشد انت ذكرها الى العجل حاجة مركة لكي يحبيك القويسك يهوين ايضا يكرامر ايضا حتى واحد ايه الشيء او الى هالكين إن أي احترامك أي هويل إذا أهيان وقليها أشراف دولة احترامك أي هويل إذا أهيان مرمركة تقول إن أي إيادة ضرادة تسيسر بإسوق قاتل أي ضرادة أو بابعك وإيه اللوطة هويني أما أحلى جاجية أما عوصي أما هوروعاتي إن معنى هو هو أمم الوهرم أي أدري حتى أحبارك الشيء صور الجهير كما يضغط الجهير يعبرك بيس يعني منكم مركز دولة يمينيس أمانه أما هو تحي الجوى يعطيني وحكوها القصر يا هويني هويني يكوها القصر مثل واحد يقول مع القاط السبع فيني مع القاط السبع فيني فنضع معناها القمس يقول دوتي يا هويني مركة كرامي أكثر ذكرها حينه يعني واحد ويان جانسة ويكون كرامي سنة جواليك فرصنا القرآن كشي هويكي سنة فعلا وهويك ويحقيني سنة لكن جواليك أي معنى واحد يكون كرامي سنة لا ياسي كمعنى تاسي واقلنا سنة وحكاية شبت مركة قولنا على الثراء مركة يسجورسنا يعني وحي يسجورسن كران إذا هذا الشرع جاي نقول لي سيكورسنا أفرنسا ممكن رجعون قد عسوهيش إن قوارنا ضدك مالي لقرنا كدور ضدك مالي قوارنا أي بحيان قوارنا في قول اللي يقال لأي دفكتو قول اللي يقال لأي مولينسا ضد سيكورسنا قول اللي يقال لأي مركة يتكتنا قول ما فيه يعني قول مريح يقول لأي تقريبا ضد يعني بعد ما خلاص عليه، فليها بالشدة أنت إذا كلا الصراحة ذي، رجيا هؤلاء ما كانوا عليه، ولا تحت الصراحة، وحنا آدي أكبرنا بعض الشدة هي الزندة هي أخلاق ماذا أكبرنا، وبالشدة صيغ أكبرنا عليه، جوركم وكلام مثلا ما كان لنا صراحة، إذا حديث البخاري يقول في قصة عائشة يورينا في مشكلة يوم أفر لا بتكون كذي، يعني أحيانا في قصة ما أنت يعني وحوي نوشوا الاجتماعي يعني كذي يقول لي يصير وحكم الجمهور كان يستجع قاف هذا اللي يقول قاف كذا اللي يقول جدو كمان إن غير فوضى إنسان لا قصدهم غير فوضى عايز في الله قاف الشك معه وحوي أضرارين إن كمان غير فوضى لا قصدهم غير فوضى أي حيان أيجو أي جوريان كذا اللي يقول جدو كذا على أي معنى وحوي الحاصل وجمهور كأفر في قاف إنتري مثل أشعار الدرمين أفضح ذا كلامه والدي
إذن وهو أهاك اللباس وياه نكاح الاستبطاع على إرادائنا إنك هوليه في مرفة إيكا كقبيسة أيوه وعنا يا شعبتك وهبل مصر هبل هو من فجرنما دوني خاني فجرنما دوني خانا وعواجيه وننزق وهليه إلى آخر وننبرص بضم يعني وحلو إشولي أرض هنا المتس وراني والسلطة الإنسان ننكي يؤلب على إساء ننكي بمعنى وحوى يؤلب المولي ويؤلب قاضي إساء اللي هي بلسو كشور طيب كم يعني وحي إسهاجين هي أنه أن الجامعة إلوه إنسا بضل آبه أخلاف بضم كقاسها مغني بكقاسها يعني الرجل اللي ماذا إياه واحد الوجود هو مجنون كأسرع بالميل الرجل اللي ماذا أتوخل إلى إنه هلو دوني معه قابلت معنا واحد ويان أي جوجو معنا واحد ويان حرطة الاجتماعي في الكون جاه أي أنت كمين كمين وحاكرا كمين هاولني إلى واحد أقود السجد رجل أنا طوان جاكي كنو طوان 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 كاتا أقود مركي أي أوري كتوم ويقول خاصة ويقول مشروع أيضا شغل هو ديك مليوني معلومة يتشعر يعني أمو شير تقريبا أمو البحر يحضر في هاي الوقت يتشغل هو ديك مليوني فالغازة يوعد المطالب ويوعد فعيدين والبحاد وفيد وحيد من كم عاية الصميسين ودون مليوني وحاد الصميسين يمكن أن يوفر صرابه يستفيد سيدة درادي هيبلو إلمه العرابة مثل كم دورته فمن كان أي إلما عضوك كفاري خلاص إلما عضوك كفاري ما دي بكم وإنو حبار صدوه وصوش صارتوه حل كيسية مسلوب كيسية وقالوه معك كانت عضوك في سبور سنسيرة بكم كأفراد وحوي وقالوك معنا وحوي حلوط الاجتماعي كم من هاي نكاس البغاية يقولك ليا يعني هوانك لإلاذ الشرموطوين لو يقام وصميستاء معنا قريها إزاي صميستاء على مدى تاك ومن لا يقال لهم هو تخلفي وحي سمين سامركا خلي حد ملع الباب كده واسكبري إن ألا إنتي اللي دوروا مركا مرات وأي أول قاد أي أم شر أي ما قالوا لي أنت السرائيل من ديوان بيكو قرصي يسوس وأوري في سيارة يعني واحد حد ملع مركا سأوحي أولي ذا وحلو يريا مركا أول يريا يا واحد لو يري يعني من ذكى كان تسيء حبيه في حال عرفوا حيل هالك في الألام ذكى ولي يعني ذكى واحد كراء أوي قانا تسيء كان ذكى والله بدل بقول إلى إسبلان حتى هذين إسبلان إلى إسبلان إلى سن إسبلان يعني واحد ويا صوف على كرامته أما الله هذا يسكتي أما كعمر حتى وش ما ذكر كتير ضد ما عرفوا كلا شيء وقولنا أمرتي لك شيء يعني مثل وش الإصابة ابن زيد حديثي معنا مبارك فيه وصامة ابن زيد مركي لقى فيه وقال لي يعني مقل زيد من حارثة مقل النبي قال صلى الله عليه وسلم أي موائد السائل عز الشعر أيها من ضدك النوع عاصر خلاشي تخصص كالي أيها مال المعلماء كمي لأيه ومال شو بأيه ويه مكعب طلقه وضفيه مركع الزاوية قال إن هذه الأبدان بعضها لمن بعد المال قال لا اللغة الواسطة لنا مركع الزاوية قال صلى الله عليه وسلم عايش وصور قلاشي وقال آتو فرحسن مرجع سيدي سومارا مقل من نوع عاصي مانت إنو أصابئي إيه زي إنو معناها وحوياً وشبكي إبقالات إنوه العاشة ثم نبقى أبو صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم مركز ذلك نوع عاصي وكلاء علمي جاية قالي أيه يريد مركز الله يريد أيها الميل في الميه بسجي وحلل كفي لنا يا الرجل بيش تاني من كاسا مركز وجوها ليشبين يا مين كمل الرجل أيه عرنا يا إلهان الله عليك خلاص قابل كفي وزن قالوا لي يجب أن تنشر إلى حالة الاجتماعية ما كان أدعي في البيت سيدة أيها قابك من أيها يعني حديثة الشيخ هي قابك على سيدة السنة قاربة وليدة يا مدومة وحكم ذلك مركة إسلاعيان وضيالة إسلاعيان والذي لقى أسكال هو أنك هو ضوائل الله بحر إنك يوحي كل حواية وهو أنك تدفع حواية يولى الذي إن تلقى أتكاداها وينك إيه معناه واحد وياه ولا الله إيه كل لقى الله خالا أطومي مركبين أطومي كبيرين شيرين وامد الشرع المركة النداميه أطومي دي السلاء الخطة بسين شيرين جهاد بالله وصل قلي وجه شرعي اللي بدلي أحكام شرعية أو معناها شروط يضوابط بالله سمي يعني وحوقها والله بدي معنا
وحكم إلى حالات الاجتماعية عادات إلى أنت لأنه حكم إلى حوالك أي جورتين شريع الحب الآن جورك منك وحاقوب بلان هواني هل كبضل أنه جورتده بقول إنه جورتده الله وبقول إن الله إنك يستوى أود لي حب ملعب كوب وكسنا برص فرعب مدى نوامك وحوالك مصيب ونداميه يعني وحويان أفر يا لقبل إنه أفر يا لقبل لكن وينه هرسو ويتكفر لي وحكم إذا مثلا العادات كودة واحد جورتين شريع لوجه بوضه ولا لا يستوى جورتين شريع نبى الله وجب بوض أو ولا لا أما جبرك يزيد أما جبرك يهور يصير أي مسلم قول لك شو هذا توزيع على شو ده أسوأ فرصة كمان بس حلاش كذي درم بعد أيدي وأبيه كتب زي أبو فريج يوزع مري وبوصل على شو ده كمان يعني سؤال قارن آية إذا قارن أيدي لا إذا دخل قوي قارن سؤال يعني وحوي لنا أبها أو كده وامد مرك واحد ويسورة النساء أيضا كارش ولا تنكي فما لك حساء أيقنا لو بيجي بالمعنى عدد سوري فوصح ما أيقا من هاي الاجتماعي وحكم ذا منكو هوين إذا وانتو فوري كرا حد لآن إن الله إنتو ظنو مرتو ظنو ظنو مرتو ظنو مرتو إن الله إنتو ظنو ويقال هوين إذا مرك واحد لغول يساول يعني واحد ويان جيقاك حريب حريب قورتك جيش رومانو مرنو اللوتي زي مرنو اللوتي خلاص بقول قار يعني لو بقول وحوى كرده طالب بلينك مضيع مرتضى ضرر وفور مرتضى ضرر وفعل أيضا الشيء بقول ندامي ووحى اللبوب جاوي فريسان تصدق ضرب اللبوب جاوي أطلعه مرة ثانية على الجدار وقال لو بقول مرتضى حاب هذا كله تصدق يلا كذا قوة مش اللهم يلي منك لصوم مرتضى أيقاط للسوق وتدان مويان سواء كذا تمام أيضا معنا وحويان أحكام تفضل بالمسلمين أي كمية السيدة فوشكو لأي معناه إنت مجرم وحكم إلى حالات الاجتماعية أما يعني إحنا رصوا الاجتماعية وحكم إلى حالات زينا لأي آدي آد أغفى الصريح ولبا وحي آد زينا لأغفى الصريح أو أين حتى كأشون كله الشرط ما لا يمكنه شيء ظاهرة عادي آدي ظاهرة عادي آدي خاصة هوينك الضمرة كزيني سيقول وحي أكثر كفضوا دعا مدى حتى كزيني سيقول هو الضمرة عادي بالشاهد جنون هؤلاء كان مثل هذا اللي يلاده فنانين تظهر عنه هو الفنانات كان ايه معناه واحد وهي هيسا هيسا يعمل بكل انجلي مركي خمرد عبد هياه هو اي وحوقة ايه معناها بقى جنودان ايه جنودان ايه 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 رمي ايه ابن عبد وقلتا مركز ايه معناه واحد وهيان برامبو ايه هيسا ايه ويه معناه فنانين مسرحية ايه اللي يلاري ساسي اهان شلونه معناه واحد وهي وحاجة جورك يا على ذلك كده حين كرتنين كجهوين حاجة عروت مركل الجاري يقدر عادة كم بين هان سيرنا ويلش إياه كبرع ويلش أنا آت بأوس علاين قبلها روين عباي وأنا إذا يقدر القرآن في جلوي هلا قرأت أنا وحباي من يجينا كل جيل مقارن من يجيك تابع يعني القرآن هو كعب بري حتى ميت كم يدان سبوا مال كم خلوا ثلاثي سقور لأوجاع أديل إلى نور ثلاثي يعني جمر بيش إنزين كل إيمان بمقوله وامس مرضي والبهار أصف كل إيمان مركز كل لغة أي فكر فيه صروا خن ما إصابتا وقل كما صوها سمريتا ميسي عيب كذا هي ليس كذا أيان شكرا بالفعل نحاسب سمريتا صاصوا أرمي وكا يعني وحو يشعر صوتا ننبع واحد إلى اللغة بشارين قوات باقود على سمريتا مركز دعوة كوني والله ما هي بنعمة الولد هنا يقولون هذا زي المدينة يقولون هذا زين هذا نقول بشارين المول واحد إلى هذا ما بقى حبيب معه مركز أيضا النار بيعات كثيرين وقبلها كذا بيقول من كثيرين يلي كان ولش لكن آدم هو شعرين أو واحد كل شعرين ويقولون كثيرين حوالكم هذيل المرتدون قبيل كذا كذا كثيرين بديش وصل هذا مكامل ضماع سلامنا هذيل دجال الله جرام كدفاعي وهذه معنى واحد من كم إذا هو يريد يعني هذيل ضماع إنه يحفظ سرطوه ويحفظ في سنة وحسين تيدوه إنه يحفظ وحفظ إنه يحفظ من الملكين كلينيش حبيت دمع على إنه يحفظ إنه فوق الكاسي وفوق الكاسي وحفظ بغير السلطريكة طيوة إنه يبقوا إنه إنه يبقوا فرعوة صغيرة فأسي أوليسي مركز هنا دراجة زي هوانك يقبلها آد وليد وعكا مركز شرح الوقود دوضي وآد وضوغ ده هوانك وقود دوضي وما يفرق ضربة سبحانه وتعالى
يعني المعتقد كأي مبدا نوعات إن أي معنى واحد الجبر ده يويلك لبضه ضد المخلوق يعطيه إلى اسم إله سبحانه وتعالى لبضه لكي خرج خير بلنا الله جل سبحانه وتعالى وموت يعني وعندما أنت نويل شوكا لأنه كهل ليان إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض بمنزل يعني عروض النظر مركي لحد النبي الشوكا هو بير كالنجي وقلت بس عليه ونجي يعني سعاية الوحية لو كان معنا واحد كذا بيوكي مركي لجي ماذا عروض حريرك كتحي منك يا حاسي كتحي لجي ماذا وبلشد حريرك هذا اللوي ماذا بلشده واحد يسموه حبلا يتقاب عشائرية وحداد عشائرية واحد إلى دور يعني واحد ويان واحد يسموه حبلا يتقيد قيد يتشلب تشلب هي قبيل قبيل يسموه حبلا حرير كامركة قبيل كتدحية أما قيد كامل تشلب كتدحية يعني أيها وضوها حرير آه وعرك ماشي حرير كوضو آه وبعد كامل دوا مبدأ أي وحفو جيانا وحفو جيانا استقوه هي اللي يعني وضوها كل قيد كان إلى قيد مية هاي مثل إلى قيس معه مبدأ آثى وحي أرهما إثنائيين إذا إيمان وقلهما إثنائيين آثوا أكثر أوينا وأنا كيسوه اللي انشرين شعار طوديها القبس قدره وثبأ هانشرين انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك أوتر قاس أما هكذا قدر الله أما هكذا قدر الله قربتك يعني وحي وينينك كل قيس يرينه بالأه وإن ديس قربتك أما هكذا قدر الله أما هكذا قدر الله وهل أنا إلا من غزية إن غور غويت وإن ترشد غزية أرشدي شعار ضل يجمع أرغب من إنهم يجمع بالعلاج فيه غزية أمبارا فيه غزية هذي أي يمان وإستماعدان هذا إيقون بالله كمان هذي إيقون بالله كمان لكن إيقون تستماعدان إنا أمامه كهروا ولا يجلاله والله حمر مدى حديث ونصف مركة آب دي يسوكوك إن أيان الحرير فوضى قبلية آد بواك بل مبدأ أيهم إن أيان أيان كابا هبعا لكن مركة الأرض واحد يعتري إنا يتشير كتير يسوكو بعانا أسوب بعض إيانا صرفا كأيهو تشيران يعني سيد نمدى إيو أغاس نمدى إيو السلطان نمدى يسول لنجري مركة سال لبدا نشير إيه هلك آبا وضليبا فصوف تسكري فصيد الضوالي بوكرا فعضي يسا معنا قولي أعوى حقوك الكريسانيون إذا مثلا واحد يأوض في خزرة سوق الصوكر لما يقول لهم نشر عبسي الزبيان وقلم يعني تداركت مع عبسا وزبيانا بعدما وأكيد على واحد شاعرك ورنجي مركي أمر إسكت ينكذب فاسوق عدين بقول لودي نينه وأمانة يا معنى وحكم إذا فكر يستغلب لك منه لودي القبيل ويقول الله بشيء استابيه مركي سلسة هاي سرين لكن وحي أوبا ناية مركي الشيشية أي أرنسوا النقصة هي السوكي ويسوكي وهي قبيل كاكسوا علي يعني الأطوش كاكسوا علي كثير في الجنجل لا تروهم ليش لا شيء هذا لا عرفت يجينا حوالين هذا ده حلو بعد عرفوا إذا مين كنا معنا في ناس نوعي أنا شفت حريق كذي كتحي ورك مرك الأسود يطلع صوب ضو بيشوف يسوي حولي على ضوء اجتماع جاء بالغزي تقول كهل نقطة تبلش له نقطة تهل نقطة منك يا حاج في سكان حيث تعرضت أقول هذا كمان هل نقطة آد بيموت ده بروح من خجال معنا هل كانت تنسوا بحلو حالات دولي اجتماعية هاي ونقول لما انه الحالة الاقتصادية يعني حالات دولة بقالة سيء هاي حالات دولة بقالة شنو وكلا واحد قلت ما يتسيد حالات اجتماعي قلت حالات دولة اجتماعية يتسيد قول لي لتي حالات دولة بقالة مسيح قول لي لتي وحال لو سنوين هنقولك اي دجان عربي ونقول جزيرة دواي وانا قلت تحرعو ومنو وان انت انتي سفرن بيرك بحيوك إذا درادي وحي اعتماد الشرير ومقاله ودقوع قصة لإثناء وقعاد عسرة تجارة جرعتي وحي كي جرعتين شرير الشام يمن وماذا معنى قرآن بالغيور ماذا معنى وعويا لإلاف القريش إلاف رحلة الشتاء والصيف ماذا ليلو مرنا الشام بأسف الشرير مرنا يمن بمعنى طبيعي وحيتين في الشرير تعطي من الاعتماد الشرير waxaa jirtay marka dagaaladaas qabaliga ee ka dhaxayay islaanta isleeyeen daraadeed ayaa sanadkii intii sabadan oo soo tagay jiray inay socoto ay galaano ay macnaha wax weeyaan ay soo badiyaan inay soo galaan marar badan xaaladda amniga ee Muslimiin waxay jirtay wala soo leeyahay aduuna sakal sakal qataa inay heli baad shirka hadda badiyaa la martana waa lagu dhici waa lagu dili ilaaha afarta ee xurmada leh الشرق ورسوله أفرطا بلوط أيك راح تنشيه
oo ama yaman ay kasoo garaacan jireen ama shaab ay kasoo garaacan jireen laakiin wixii intaa kasoo haray shirku hadduu aamin yahay uma jirin noloshoodii marka ganacsi lafteeda waxaa cidhiididay xaaladda amniga ee taagmid ayaa aada u cidhiiday macna sidaasay marka aan jirin bilaha marka afarta ayay isu marinka isu socon jireen oo isu tilaabi jireen oo suuqyo waaweyn oo caalamiya ayay samayn jireen oo laysugu yimaaday aswaaqna la yidhahdo masala xukaab oo kale iyo majinna iyo dilmajaas iyo aswaaqna waaweyn ee sanawigay samaysan jireen waxay ku beegi jireen bilaha xurmada waxayna ugu beegayaan xilligaasa laysu gudbi karaayo in layslaayo ama dagaal uusan furnayn sidaasay macnaha umaynaan jire taasi waa xagga ganacsi xagga sanaacada iyo wax samaynta carabi wax samayn mayna aqoon waxba mayna soo saari jir haddii ay yacni waxa weye laga wadi waayo dharka solitaankiisa iyo hargaha maktiintooda iyo waxyaala noocaasoo kale sanaacaad noocaasoo kale samayn jir sanaacaadkana xataa yaman iyo qolada shaam degan iyo qolyahaasaa samayn jir laakiin qolyahan jaziira qoladan degan macnaha xijaaz iyo dhulkan deganaa wax sanaacaddaasoo yaqaaneen maa jir aleleha haweenkoodaa wax kultuli jir haweenku yani weelasha ay tuuturaan iyo waxyaalahaasoo kale sanaaca u aa jir laakiin sanaaco kaleto oo weyn oy soo saari jireen ma ay jirto bal wayba xaqiri jireen ba acwadhanka daran ba dadka gacanta wax ku sameeya ee murumaalka ama birta tuma ama kabaha soo saara ama bushud waxay ubaadlay soo saara ama xataa dharka tola way xaqiri jireen way liidi jireen oo looma guurin jirin dadku macnaha ayagu isguursado bay aa jireen waa caadada hadda soomaalidu ay macnaha leedahay qolyaha reer baadiyaha midka macnaha jirigta leh ee geeljiraha ee noloshii adduunba uusan waxba ka haysan aakhari iska daaya ninkaas dhiragsan ee diyaaradda ku duulaya gaal dabcad buu yaqaana gaal dabcad buu yaqaana wax alla wuxuu u ogyahayba habeena ka jir marka kan birta tole ee birta tumee usoo saara macnaha gurinta iyo mindida iyo wuxuu u baahnaa oo kan usoo saaray yaambadii iyo yacni wuxuu u yaqaanaa magaca buu yaqaana waa degsan uma guuriyo loomana guuriyo kii kabuhu ku socon laha usoo saaray hale sidoo kaleeto waa yasayaa oo waa xaqirahayaa oo yacni waxa wey salada waxba kuma laho oo waa degsan sabtaasoo kale ahaan jireen marka sabtaasoo kale ahaan jireen oo ummad sanaacada xaqirta ayay ahaan jireen xoolo dhaqatay ahayna xoolahaasay daba guuri jireen kolo meesha roob laga helo oo daruurtu ay ka daaday ku daba guuri jireen macna taqriiban qaabka soomaalidu tahay taqriiban qaabka soomaalidu ay tahay ayay aad ugu dhamaayen meelo badan bay isaga dhow yihiin oo hadda caadaadka qur-aanku markuu ka warramaya caadaadkii jaahiliga ahay carabku lahaan jirto ninkii baadiye soo maray baadiye kusoo koray aad buu fahmay fahm aada buu fahmay laakiin ninka reer magaalka waxaa laga yaba waxa la sheegsheegaya muxuu yeelay sida xayla caadaduusan garanayn macna marka aada bay u fiican tahay bilmunaasaba inuu ruuxu laba nololood soo maro baadiyaha uu isagoo nolosha qayb rabay kusoo qaato qur-aanka fahamkiisa aada buu fahmay maxaa yeelay bii-ada uu qur-aanku ka warramayo aqlabkeedu waa bii-a badawiy bii-a badawiy bulshadu waayo kusoo degay ayuu macnaha nolosheedii ka hadlaya marka sidaasay marka haan jireen oo iyadana u xaqiri jireen ziraacada beeraha sidoo kaleeto meelay ka jiri jireen laakiin ma aysan badnayn xoolo dhaqatay u badnaayeen marka dhaqalaha carabtu sidaas u ahaayo niman masaakiinoon waxba haysanin bay ahay sidaa daraaddeed dagaalkii qaadisiya markuu dhici doono cahdigii cumar bin khataab radi allahu canhu ninkii la odhan jiray rustum yuu ah rustum qaa'idkii ciidamada gaalada wajay dagaalkii qaadisiya ayaa waxaa diray ninkii ciidamada muslimiinta watiba waxa u diray nin yacni waxa weeyaan la soo hadlo oo wada hadallo la soo gala ninkii markuu u tegay wuxuu uga bilaabay rustum oo uu ku yidhi carab haddaad ahaydeen dad gaajaysan oo balaaya ku dhacday oo abaaro ku dhaceen oo waxba soo saarin oo yacni gaajaysan baad ahaydeen nimayuu haddaad cuntadoon tihiin oo hunguri aad u dagaalamaysaan meeshiina nagaga noqda annagaa meeshiina wax idinku keenayna macaawanaad idin sidayna hay-aad baanu idin soo diraynaayo meeshaasaan wax idinku keenaya naga noqda haddii aad wax kale doonaysaan lahayda sheeg waa markuu odhanayo yacni uu odhanayo ninka saxaabiga waxaanu ahayn qowm ilaahay soo saaray subxaana watacaala id facatana allah linukrija alcibaada min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad wamin diiqi اdunya ila sacatiha wamin jawri اladyaani ila cadli اlislaam saasu
وقتي موسى قال يقول هذا هو الدنيا إيو إن طلع قليا بيجي لعبا كان لزايا أنه الرجل مبادئ وضعنا الله أنه صوصا عليك وحانا أصعنا إلى أنه أبضون مرة إسعابنا إنسان مخلوقات إسعابنا إنسان أبضون مرة كثر من إلى إلهي كل حبيبان نبدأ أزال محمد وحانا دوننا إلى أنه عجيبك أزيه إنسان كثر واسع أزيه إلى أنه إسعابنا مدينة معنى الزميسي يحيث هذا الصفحة لما كثر وحل دورنا عدى على الضربة في مثل مية مباجيب إنه أي تهيس ومخلوقة إنسان كثر لإنه حدى على الإسلام بصدر الدور فبدأ أصلا لكثر النبو مرتبا حويان أيها لو الله قرر من إسرائيل قد جاءت فيه لينه وحدى أنسو سارنه صناعات الله إنه أيها لو صدر ويسو جاي معنا وبرس الله عافية إنت أنك يصبح بحنا حالك وريد قالك قد جاءت فيه الله لكثر بالساعة حدار أمي مانو على الأخلاقية ويروضهم بشيء أخلاق دولة أيضنا لو تقول به أخلاق آجل يتوين عين ويجب الفلسك الجهيلي عينه فيباني النفط فليانا أخلاقية الآجل يتوين عين أخلاقية اللي يتوى حتى بك سوى زومر سوى زومر لي يا حالة الاجتماعية متى زومر إن أتفق في كنبا مكمل الباب ويبانتها مكمل الباب وحن مركز سريع فوق على السنة لا وحي لها وحي لها الحاجة أخلاق ذا مركز سريع الجوانب آتي آتي في عنا آتي في مبضل أخلاقيات يعني وحي ويان مركز يعني سيريسو أو صاريس وضع أخرده آتي آتي في أبقلين وعي العنجي فإنك مركز أخلاقيات كوديس في عنا أيام معنا وحكا تابلين لكن أخلاقيات كده سما وافض معي وحتمد مركز مثلا أخلاقيات كفي عن أي لهاية كرم تشيد لها جرس الممد لمن جعان فرم بيعان وين اسكو أمانك بل مركة أي على مسار أيامي منك مسؤولك واحد وحيالها أبوه الرئيسة في ريسنا واحد كمد الزرق من أنك في أدراب زرق من أنه أصدر واحد يتأهي في آدي آدي في مؤولك أي جاهد حتى واحد ديس يتمام من خارقه منك إن لو يماني تبقوا وحن فئة فتبقوا عرور تقوط بابيه واحد الآن هيا وحاوتوا تجيس ما تفعل مركزة وحاق قبرجة يعني ديق في المدي بقى واحد تلقوش كان محي لأنه مركزة وخليفة أحبنا معي فتبقي وحن فيه كان لحي عرور تقوط بابيه ينسوا زواغب تبقى بيك وداني هيا يجي يقول له خلاص لأنه برنامج الإنسان وحدها يصير في حتى يعني في قسمين الناس يشجع لي إن أسمينكم ما لها قرها إيه ما لها بدوحيين كي إيه ممكن تقليل صوصي أي جنبيين بور دوشة إنتي أكثر عن ضب هذا يجي مرتدي إلي كيسو جيدة ولذا الورواني داس يسين باقا مغلبا إلي جيه إن أصلا مرتدي يضرب تابل يطبق وحيوغاشر يا معناها بور دوشة في قسمين الناس يجب يعني واحد ويان تقريبا يعني من ثلاثة أدو فربنا بالليه من حاجة في مدى مركي إذا واحد سمين كده الحتى مركي قبائيس إنسي إسلاحيان للكبار ومدى للكير مدى صال من بعض مبارك تم بقل أو نت أو جيلة أنا أصنك الزارتين وضعني بيال قال لباشي تم بقل أو نت أو جيلة مينو كيف يلا موجعين على ثاني وقت بيال قيل الزارتين وحي سمي التهاي جواني في قصص جواني في قصص جواني في قصص جواني يقسموا دي لما تصير وجوه تبي وحيلا جت ميلا بقى يقسموا ده نبض هذي أي سن يعني واحد يضواد شرعي قواعد شرعي على الهو إلى عالمين مركز دم بقول خلاص راعي ولا صار تبص وحيلا جت سيسير خمرة عدل وأي عدل يقسموا بس خمرة دي كده وضع يعني أكثر كما في علينا وكما أمامنا لكن واحد واحد يصير إنه نسي يقسم كل غلوا مركز على مركزين سيوكا جريزين فحال الله حاجة عندي ذكي سيبه روضي هنا يفتين يكون أقنام بي مرسل الله عزيزي من المحن ساسا كمنا هذا المرسل يسوق أماني كده وقال معنا واحد ويقولون حتى واحد يقولون كده يعني خمرضة واحد يكون مقعانون يعني الجيد ده لقد سميه اللي يهلون أنا وفي جيدي كرم بجمعه كرم هذا اللفت شديد مقع عزيزي في نور الأوسية على شأن الخمرة اللي جسّم هي مركّل بعدد جرس اللي جنّ غرام معه. الخمرة اللي جسّم هي أنا واحد أسمه واحد يكون مجا عادن يمسك الكرم.
يكتب خمرات الله سيدنا عمر مرعبا جبطني يرسلوا لنا جبطني يرسلوا لنا مرعبا مرعبا يرسلوا مرك الخمرات وحيو عدو سنة أجلس كل قدر وهذا معناه هو عمترة صائرة الهدية الجليلة مرك معناه الجبل جبل يرهو قدر ولقد سريبت من المدامة بعدما فجد الهواجر بالمسوق المعلم في زجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر بالشمال مفدم فإذا سريت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما عليك سمائلي وتكرمي صدري يعني خمرة ما كان عبوك جبدوا كما حد قصر ياء معنا وحو يقول فعلا جبدوا مرك وحو يقوع القصر ياء وحدا توقف جنين إذا تأتيان صوت النوم جبها معا وحو يان أي جبل يقوع القصر ياء وعليه مرك خمرة ما كان عبوك وطلو يعني وحو يقادوا يسيما يصليقوك يا رب وأن شدرهم فالله يقول من وحو يبراهن قصرين وهلادي يا ابو اسم مركا مركا الحوره دي هلادي عرضي دي هي النص التجيه الطرف اللي لو فرق لكم صافي ما اكثي سلام الله وتقول يا خمره مركي انا يعني تسلم من السر او يعني مركان كده تغلى انت الحوله الدسيني مر لما كان قاعدين وين وين في وضع يوم في السلام مركا خمره وحي على الدسيني ان اي معناها الدسيني كنا قلنا بيقعد الدسيني لا راح حتى الدسيني مره sidoo kale waxay la jirtay khamarka hadda ma marti qaar koodu waxay u gelin jireen khamarka way ciyaari jireen in uu ninku khamarka faa'iidada ka soo gata oo masaakiinta iyo dadka baahan u jiro tirsiinadii baa yadoo meesha la jiray waxyaalaha sidoo waxay ka mid tahay yaani tirsiinimadoodi umba asal wa leelaha qaar koodu haba in taraafeen waa ka taraafeen macna akhlaaq ilaahayna aad u amaanad waxa kamida alwafaa bil ahd بلنكي وبيتي لما لو يقال حتى هذه سيري بلنكي اب دسي او كنتي هي تسوي حكايتي الى روحا بحوله الى عرور الى همتي كل حربه الى الى بابعان في اب بلنكا او بيتي بلنكي وبيتي على وحيالها اكو امانينا حديث ثلاثه كم وحكم ده عزه نفسي لما وحي اهاين يعني وحو يا عزيزين اهو مرنا الان جل رؤد قارن كرمي عزيز ما دام اي دي باديه هنا صولة بكتين صولة بكتين حق معناها مصيرك ايو حلاقة او ايو الدول قال لا انت اينا مرنا ما تقول لك اذن قادنين في مجال كواكذا وصل هذا صافي اجرنا عزة نفس الان سينا نصول لك مرنا من اذن قادنين منك وحلقا يا با كريم من يرهدو كادره وهو يفتدع اني سهلاك أما هو أبدال هذا يمكن أن أخذ نوران أما يسوى عزيز النوران أو الشرف له أو أكثر جعل لمر الكريم أما وحوه يطلق وكفه ثماني راضي معنى هذا يعني ووحوه يهو وكفوئي أخلاق ونجو هو يجريهم دليل إسكال نقضه وجلد إسكالتها سوء لغض سمتوء وحبا يبدل في رسالة أوسا يلم طوال ذو عيد هذا ضفار كان لوعد هذا معنى وحوه يهو دليل لعن لوعد هذا marka ila baqoto wax iska macnaheedu baariga oo gaalay oo raafaqay wax walba ay siga buuxdaan waa ma aha macnaheedu ilaa akhlaaq wala jumla akhlaaq bulu marka wanaagsan waxa waxa kamida xidda nafsi raafi yaa taas waxa waxa baariga marka inay yeesaan ciisina wax dhaaf ciisina xidda nafsi yaa ayaa waxa ciisina tagay ciisina wax dhaaf ay yeesaan ila ma marka qaar koob ay yaad kireen inay waxyaalo badan oo waxyaalaha mulkigoodi iyo xoolahoodi inay u halaagaan in ay macnaha xijiga iyo sharafta ilaaliyaan waxa kamid ah yani akhlaaqooda wanaagsan kamid ah waxyaalaha ay go'aansadaan ay damcaan laga ma bixiyo al-mudhillu fil azaa'i waxa waxay go'aansadaan nimu qabashaa wa inay fuliyaan نور سريد هذا النقطة رئيس هذا الكتريد هذا النقطة واح كاليزي هذا النقطة واح على واحد بقى سبان ضد يعني ضعيف المية مران صوته ضعيف هاي او النفس صوته ضعيف هاي او معنى واحد قد تنكر من مينة هاي مبدأ الرميسيه هي واحد بقى سبان لمن انه يخطط القلال يا رابي هاي يعني واحد كمسة هاي اخلاق دي والولاد سلاجة يا لحيات دي كمسة معنى
شيء اللي يجهده العزيمة هو حجين الضؤال لي وحقوا الضؤال قاتل أوفليو وأخلاق ونسكن لكن إذا أخلاق ونسكن هذا رحمة الله أبي السيدة شيء قال كل شيء كتلة بقاذة الضؤال فقاذة شهده ونسكن معنى وحوه هو ونسكن حديم معنى وحوه ونسكن هين واحد وحيقوا كل بكتلة انتهى شيء قاتل sida uu yahay laakiin asal ahaan iyadu waa akhlaaq wanaagsan sida xajimo leedahay oo du'aan leedahay oo aad yahay waxa aad dabacdo aad fulin garto maana waxa kan ka akhlaaqiyadii waraysanay lahayn dulqaadka iyo degganaanta iyo taasiyooni akhlaaq wanaagsan lahayn laakiin waxa dhaafin jiray marmar farbadan oo halmaansiin jiray geesinimada yaani ruuxa uu geesi yahay oo nin halyi ah uu yahay marar farbadan yaani dulqaadka iyo waxa ka taga تاسيوني دعيا ما تقول لهاي شيء وين شو أمال كيران لكن مرة برضو حد لازم تتجيس إنه ما بدو حد أفعل بدل وحتم إذا خلافيات كأي الهايين السذاجة البدوية لمن في البادية مجتمع البدوية وأخلاق البادية في ذي الله فوق أبو ريع أي يعني وحلا قبة المسك لمن في المجالات جرامي في المجال المغضي هو المنافقين تبر منافقين يعني واحد دومرين تبرطين دائم تبرطين ما ينعم لكن من أصل أعينه وحو الباء تدي إله قوأبوري سبحانه وتعالى أخلاقيا المركة الإله وحيثين حرافيا المويان وحي قاطي أبيع قاطي أبيع تدى درابي مجتمع والبا مجتمع وكبادي فيه حاجة بادية هدى وكبئيه أيوه معناها وحو يأرمها كذا تأخذوه في المجال يعني الروح مركو مجالات جفاق الروح الروح وكم مجال يعني مجالات أوبتوا يعني تقريبا حاجة منافقين تأيي موقف لآن تأيي اللي هو السيلة لماذا أيو يعني واحد هو تغبر يعني واحد غبر يعني لذا دي لكن يلبي الشيء تاجي أقوه الشيء تاجي أقوه حديث تاجي ممر كتب ميني حديث تاجي ممر كتب أضوء برانا الأولى لكن كنت ما سويتني كتوصي إيه إذا قلت بي سواحة كتب رأي واش كلافين والسلافين مرافقين تواحد يطلق على مجالة غبية واحد لديها مكة في المامها والوناسين إلى خلافياتها والوناسين إلى هانسر الضرب ومجتمعات في واجهة النولاين أين اللون أين إنت ونبرا أي واحد أهي جميلة كان في إن إله سبحانه وتعالى والرسالة دي وجدا بك الرصائفة أي الأضوء الأخلاقيات كذا كرمك تلقاتك لماذا؟ يعني الدعاء الأكيدة كل الأخلاق الأخلاقية الورشة تراضي أن يكون نويهين وحيا لها الصوتا أي أهي جميل الله ودور سيئين الحنباران مسؤولية في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساطة الله ودور مجتمع كانوا واجه اللو داقين المسجر أيالا لها تقريبا مجتمعات انتو بكلوا المجال وجين إذا ترابد أي وحيا له سيئين أي هو التورطو بالي بسوك وأوضو بمادية أي بسوك وعدد كل كير يهي إن أي معناها الدولة به وهوينا مزدد على عيسي الحصان يعني المركوة يهوري مستعدين هاي ذات إلا بياري أبان ماهي في مجال كلين الله فعل هو إن لفت الصباء أبان بيال كالتصب يقل قال مدين جميل ماهي لمن مركوة ضربة بيال كبتها لها هاي فوجي ساد رجل بارروم إيا فرق لمدي الدولة به وهوينا فرق قرن ما يقول لك ما أنتوا خلصوا يعني واحد مزامر في الإسلام الإسلام في النصرة في الجهاد هذا بقال أمر الإسلام في البادية ها وحده مش إن لقى واحد ويان بعض ما لينا اللي لو جبر الدخول اللي لو جبر الدخول بل الدين هذا فيه دولة جد دولة جي حاجة حضارة دي هرمر في التكنولوجيا إذا تطور إذا ما ده دوا كفل الدين ما رأيت من رسول الله رمضان في جريان بكاتا جريان أوبلاين فارجي مريات جيري دون بلين بكا مركا يعني سوب تكيين يروحوا مين كان بيباديها وحقوا أقولي هاي بقالبوا أقولي هاي بمسرحوا أقولي لكن لولا الأجين يروحوا صاحب كامل جلدة واجي الكرس في الفلوان سوى ضمب أوقي سوك إزاريت ماذا يقال لوحنا لولا إياه سوى بقود ضمب إزوا مركا وإلى زي لكن داروا وين إيو يعني بابور إيو يعني الشركات وويل إيو وحدوه كإمارها يايا وحيالها بيلاتين وحيثم إذا مرجع أسباب في الموجود ورسي الموجود الشيء إلى الحنبارة الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا
way taxiisiyo la rabbi subhanahu wa ta'ala gacmahooda wuxuu ku taxiisiyo wax yaani caalamka tan u leeyahay mustaqbal oo aad iyo aad u kaaban intaas ayaa ku soo gudbinaya insha Allah ta'ala muqaddimadii ku saabsanay ee uu sheekhu u dhameeyay sirada nabiga sallallahu alayhi wasallam haddii uu ka dambeeyay Allah iyo qaalbu gelin doonaa sirada oo ka bilaabata madnabka nabiga sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam